ده ان شاء الله بارت 2 من ليسون 1 في يونت 2. احنا في البارت 1 كنا اتكلمنا على الساوند بيتش، تاني صفه اسمها ساوند انتنست يعني قوه الصوت. ممكن نفس الشخص يتكلم بصوت سترونج او صوت ويك، دي اسمها انتنستي. كلمه انتنستي يعني بروبرتي، صفه اير الودان بتاعتنا كان ديستينجوش بتوين سترونج اند ويك. بروبرتي باي ويتش اير كان ديستينجوش سترونج اور ويك. امال الساوند بيتش عباره عن ايه؟ بروبرتي باي ويتش اير كان ديستينجوش شارب اور رف، المره دي سترونج اور ويك. طب بقيت شده الصوت بايه؟ بقيت شده الصوت بوحده اسمها وات بير ميتر سكوير. زي لما بشتري لمبات، مش بشتري لمبه مكتوب عليها 4 وات 10 وات، وات يعني شده. يبقى الشده بتاعت الصوت او الانترست بقيسها بالايه؟ وات بير ميتر سكوير. طبعا في فرق بين ويسبرينج وبين الشاوتنج. ويسبرينج يعني الهمس، يبقى الصوت ويك ضعيف. طب شاوتنج الزعيق، الصوت ايه؟ سترونج. يبقى مين عنده اللي مور انتنستي؟ الشاوتنج اعلى من الويسبرينج. طب في تعريف تاني للساوند انتنستي. كلمه ساوند انتنستي ممكن اقول عليها ايه؟ كميه الصوت اللي بتقع عمودي. كوانتيتي اوف ساوند فولينج بيربنديكولار، كميه الصوت اللي بتقع عمودي. واحد كده اتكلم في السماعات، الصوت ده اللي واقع عمودي ده بنسميه ايه؟ ساوند انتنستي. ده اوقات لو في حد حط كاس بتاع كاس بنشرب فيه ميه، حطه جنب سماعه قويه، يلاقي الكاس ده اتفجر كله نتيجه شده الصوت. يبقى كلمه شده الصوت معناها ايه؟ كميه الصوت اللي بتقع بيربنديكولار العمودي. امال ايه كلمه يونت اريا؟ اي تعريفات للفيزيكس قارنها بوحده المسافه او يونت، يعني السرعه بقول ايه؟ ديستانس كفرد ان اي يونت تايم، واحد في الوقت. يبقى اي مقارنات بقارنها باليونت. quantity of sound falling perpendicular on a unit area. طيب في فرق بين الانتنستي وبين النويز. الضوضاء، اقيس الضوضاء بايه؟ بوحده اسمها ديسيبل. يعني لو جبنا قلنا دريل لحفار، قوه الحفار كام؟ هقول له ديسيبل. الانتنست اقيسها بالوات بير متر سكوير، لكن النويز انتنستي بقيسها بالديسيبل. بعد كده هنتكلم على الفاكتورز افكتنج انتنستي. ايه العوامل اللي بتاثر على شده الصوت؟ نمبر 1 الديستانس، المسافه. المسافه دي واضحه جدا، انا لو حد بيكلمني وراحت المسافه اللي بيني وبينه زادت، الاقي شده الصوت بقت اضعف. طب انا عايز اسمع كويس، اروح اقلل المسافه عشان اسمع كويس. يبقى علاقه الانتنستي مع الديستانس علاقه انفرس، العكس بعض. طب رقم 2 الامبليتيود. الامبليتيود يعني الزق. لو جبت مسطره وزقتها كده تعمل صوت اكتر، ولا زقها مسافه اعلى، او طبله او جيتار؟ الاوتار كل ما اعمل لها زقه، امبليتيود يعني ازاحه، يعني زقتها بعيد، كل ما الامبليتيود اقوى الانتنسي اقوى، يبقى العلاقه بينهم دايركت. الاريا اوف فايبريشن يعني ايه اريا اوف فايبريشن؟ انا لو حطيت الموبايل بتاعي جوه صندوق فاضي، علبه فاضيه، صوته يبقى اقوى لما ماسكه في ايدي. قال لك لما احطه في صندوق فاضي الاقي الصوت مكبر، عشان كده مكبرات الصوت كلها ليها حدة كده، حاجة كده زي البوق كبير عشان تزود الصوت، قوة الصوت. الأوتار بتاعة الكمانجا والبيانو والجيتار ده كلها ليها صندوق فاضي حواليها عشان تزود قوة الصوت. ميديوم دينستي كثافة الوسط. يا ترى مين يديني صوت أقوى؟ لما خبط على 3 أوتار ولا 20 وتر؟ كل ما الدينستي اللي جوه تقيلة يديني ساوند دينستي أكتر. ويند دايركشن اتجاه الرياح. لما اتكلم والرياح واخده صوتي في نفس الاتجاه تديني صوت اقوى. طب لو الرياح جت عكس صوتي الصوت يضعف. يبقى مين بيأثر على الساوند انتنستي؟ هقول له ايه؟ نحفظهم وناخدهم بالتفصيل. ديستانس امبليتيود اريا دينستي وين. ديستانس امبليتيود اريا دينستي وين. ديستانس امبليتيود اريا دينستي وين. نبدأ بأول واحد الديستانس. انا هرقم الاشخاص اللي واقفين دول 1 و2 و3، وده اي الانتنستي. يا ترى مين اللي عنده الانتنستي اقوى، 1 ولا 2 ولا 3؟ اقوى صوت هقول له طبعا 1 عنده اعلى انتنستي. كل ما الديستانس بتزيد الانتنستي بتقل. طب بتقل بقد ايه؟ ده قانون لسه هنعرفه. يبقى كده علاقه الانتنستي شده الصوت بالديستانس علاقه انفرس. انا حطيت ايربودز او حطيت سماعات في وداني، الاقي الصوت قوي جدا عشان المسافه قليله بينها وبين طبله الودن، عشان كده هي بتضر الودان عشان هي جنب طبله الودن على طول. يبقى الساوند انتنستي شده الصوت علاقته ايه؟ انفرسلي
intensity of sound inversely to square of distance. يعني ايه square of distance؟ يعني المسافة لو زادت مرتين الصوت يقل 4، المسافة لو زادت 3 الصوت يقل 9. كلمة square يعني الرقم يتضرب في نفسه. طب لو المسافة زادت، واحد بيكلمني كده وراح بعد عني 4 مرات، المسافة بينه وبينه زادت 4 مرات، يبقى الصوت يقل 16 مرة. طب لو حد قال الصوت اهو، نتكلم ان ده مصدر الصوت، واحد كان واقف هنا وراحت المسافة قلت للنص، يعني المسافة قلت 2 مرات، الصوت يزيد ولا يقل؟ يزيد 4 مرات. طب لو المسافة قلت للتلت، يعني المسافة قلت 3 مرات، الصوت يزيد كم مرة؟ 9 مرات. أنا في بلدي لو أنا عايز أسمع حاجة، أنا مثلا في محاضرة أو حاجة عايز أسمع الصوت أقوى، بقرب لمصدر الصوت. طب كل ما أبعد، أبعد 2 الصوت يقل في وداني 4 مرات، أبعد 3 يقل 9، طب أبعد 10 يقل كام؟ يقل 100. الرقم كلمة سكوير يعني الرقم تايمز itself. القانون ده اسمه إيه؟ inverse square law of sound، والقانون ده معانا في كل الامتحانات. القانون اسمه inverse square law of sound. بيقول القانون intensity of sound inversely proportional to square of distance. طب أنا مش قادر أحفظه، أحفظ المنظر ده. I ودي علامة البروبورشنال، لو أنا عملت كده يبقى دايركت، عملت كده يبقى انفرس، يبقى المنظر ده علاقة الانتنستي بالديستانس سكوير، علاقة انفرس. يبقى القانون اسمه ايه؟ نقراه كده، الـ I inversely مع الديستانس سكوير. طب نحاول نحوله الكلام، sound intensity inversely with square of distance. القانون ده اسمه ايه؟ inverse square law of sound. يبقى أي مسألة تجيلي وقال لي كلمة distance increase، لو المسافة زادت أروح أعكس، لو distance increase يبقى الـ intensity decrease، يبقى increase decrease و decrease يبقى increase. طب لو قال لي 3 time أروح أضرب الرقم في نفسه يبقى 9، طب لو 4 يبقى 16 وهكذا. نحل كام سؤال عليهم. هنا بيقول لي what happened، ايه اللي يحصل لو الديستانس انكريز توايس؟ اول ما الاقي كلمه انكريز هقول له الانترست ديكريز. طب توايس يعني مرتين، يبقى هو يقل كام مره؟ 4 يعني كوارتر. طب ايه اللي يحصل لو الديستانس ديكريز تو هاف؟ ديكريز لو لقينا ديكريز يبقى الانترست انكريز، هو قل النص يعني قل مرتين، يبقى ده يزيد كام مره؟ 4 تايم. تاني فاكتور اسمه امبليتيود. امبليتيود يعني الازاحه. انا جبت اوتار الوتر ده عملت له ازاحه كده عند ايه، وجبت نفس الوتر ورحت عملت له ازاحه عند النقطه بي، يا ترى مين صوت اقوى؟ اقول له كل ما الامبليتيود اعلى، كل ما زقيت الحاجه زي جرس، عندي جرس اهو، الجرس ده وديته مسافه ابعد يديني صوت اقوى. يبقى كلمه امبليتيود يعني ازاحه، زي المسطره في السور عندنا طبعا، وهي عامله امبليتيود اعلى يديني صوت اقوى. بخبط على الباب والباب عمل اهتزازه خفيف، صوت ضعيف، طب خليت الباب يتحرك مسافه اكتر يعمل لي ايه؟ اهتزازه اقوى. كل ما الامبليتيود انكريز ساوند انتنستي انكريز. علاقه الانتنستي بالامبليتيود علاقه دايركت، بس مش مع الامبليتيود، مع الامبليتيود سكوير. طب ازاي نعرفها؟ جيت قلت لك امبليتيود انكريز تو تايم، يحصل ايه الانترستي؟ جيت حركت عملت امبليتيود جيتار خليته يتحرك ازاحه اكتر مرتين، شده الصوت يحصل لها ايه؟ برضه انكريز، علاقتهم مباشره، ده يزيد ده يزيد. الانترستي انكريز كم مره؟ اخد الرقم المكتوب ده واضربه في نفسه يبقى انكريز 4 تايمز. طب لو الامبليتيود انكريز 3 تايم، الانترستي انكريز كم مره؟ 9 تايم 9. طب لو ديكريز، لو الامبليتيود ديكريز 4 تايم، يبقى الانترست يحصل لها ايه؟ ديكريز، بس 4 باي 4 16 تايم. يبقى علاقه الانترست بالامبليتيود علاقه دايركت بس مع الامبليتيود سكوير. يبقى علاقه الانترست مع الامبليتيود دايركتلي، اهو هقول له العلاقه دايركتلي تو سكوير اوف امبليتيود. وطبعا في الامتحان لو لقيت انكريز اكتب انكريز، لو ديكريز تبقى ديكريز، والرقم اعمله تايمز اتسيلف.
ثالث فاكتور اسمه area of vibration. area of vibration هي مساحة السطح المهتز. يا ترى الجيتار ليه حاطين صندوق فاضي من وراه؟ الصندوق الفاضي ده يديني مساحة أكبر، كل ما المساحة تزيد الصوت يبقى أقوى. ده أنا لما عاوزة أتكلم بحط إيدي كده، لو حد عايز حد يسمعني بصوت قوي أحط إيدي كده حوالين بقي عشان يطلع الصوت أقوى. زودت المساحة. السطح المهتز ده اللي بنحط عليه الحاجة اسمه ريزونانس بوكس. الريزونانس بوكس increase the vibration of increase the vibration surface area، بيزود مساحة السطح المهتز. يبقى السوى دي intensity increase when surface area أو when vibration surface area increase. يبقى وجود الريزونانس بوكس أو الريزونانس بعض الجسم المهتز ده اللي هو الصندوق الفاضي ده، كل ما يبقى موجود السوى دي intensity increase. علشان كده العود صوته أقوى من الكمانجة عشان عنده صندوق فاضي أكبر. هنلاحظ إن الـ Stringed Musical Instrument، Stringed يعني الوترية، Stringed Musical Instrument يعني الآلات الوترية زي الجيتار والفيولين كلهم متثبتين على Empty Wooden Box، صندوق فاضي. بنسميه الصندوق الفاضي؟ Resonance Box. طب ليه حطيناه على صندوق فاضي؟ to increase sound intensity، يزود شدة الصوت. يبقى أي آلة هيقول لي give reason stringed musical instrument fixed on wooden box، ليه بتثبتها على صندوق فاضي خشب؟ هقول له to increase sound intensity when the vibration area increase sound intensity increase. نمبر فور في الفاكتور حاجة اسمها medium density، الكثافة. عشان نفهم الكثافة أكتر، لو حطينا هنا water وهنا هاني عسل، مين اللي تقيل اكتر؟ مين اللي عنده دينستي من جوه اكتر؟ هقول الهاني، العسل تقيل من جوه اكتر. طيب هو انا لو جبت آلة فيها وترين وآلة فيها خمس اوتار، مين يطلع صوت اقوى؟ هقول له اللي عندها دينستي اكتر، عندها تقل من جوه اكتر. انا بخبط على طبلة، الطبلة دي رقيقة وطبلة تاني تخينة، هلاقي الطبلة التخينة صوتها أقوى، بتطلع صوت أقوى. كل ما الـ density increase، كل ما الكثافة زادت الـ intensity increase. When the density increase, intensity increase. طب السؤال ده طبعا بيقودنا للتجربة اللي جاية اللي بيجي عليها سؤال لازم. جبت اتنين ألارم منبهين، واحد حطيته في كربون دايكسايد، واحد حطيته في هيدروجين. وادي الكربون دايكسايد الكثافة بتاعته 1.9 وهنا 0.08. مين المنبه له صوت أقوى؟ كربون دايوكسيد. ليه؟ density of carbon dioxide more than air. خامس فاكتور واخر فاكتور عندنا اسمه wind direction، اتجاه الرياح. الساوند انتنست، شدة الصوت بيزيد لو انا صوتي في نفس الدايركشن بتاع الويند. انا بتكلم زي صوت القطر جايلي، لو صوت القطر ده جاي والرياح جايبه الصوت معاه، الصوت اقوى جدا. لكن لو صوت القطر ده والرياح جايه عكسه، يبقى الصوت الاقيه ايه؟ ديكريس ساوند انتنسيتي ديكريس. واحد تايه في الصحراء بيندع على الناس عشان تلحقه، لو صوت الرياح جايه مساعداه، الرياح ماشيه في نفس اتجاه صوته، هتلاقي الصوت واصل اقوى. طب لو الرياح جت في وشه وهو بيتكلم، الصوت يتشتت. يبقى الانتنسيتي انكريز ذا سيم دايركشن، ديكريز لو اوبوزيت دايركشن. كده خلصنا كل الساوند انتنسيتي، ليه 5 فاكتور: distance و inversely مع distance، amplitude direct مع amplitude، area كل ما area increase intensity increase، كل ما density اللي جوه تزيد intensity تزيد، كل ما نمشي مع نفس same direction of wind intensity increase. 3 properties، ال properties رقم 3 اسمها sound quality. احنا كده خدنا sound match، sound intensity، sound quality. كلمة sound quality أنا بسمع النغمة الموسيقية وأقدر أعرف النغمة دي جاية من أنهي آلة. يبقى كلمة sound quality يعني property by which ear can distinguish according to nature of the source، حسب طبيعة المصدر. حتى لو كانوا هما الاتنين متساويين في الانتنستي والبيتش، يعني عندي نغمة ماشية بالمنظر ده والنغمة أختها نفس الحاجة، كده هما الاتنين متساويين في إيه؟ نفس الانتنستي ونفس البيتش، نفس الفريكوانسي ونفس الانتنستي. هو الانتنستي عباره عن ايه؟ الانتنستي يعني امبليتيود، الحته دي اسمها انتنستي،
والعدد هو الفريكوانس او البيتش، الاثنين متساويين زي بعض بالظبط. لكن اقدر اقول لك لا ده انا لا الموسيقى دي الاغنيه دي طالعه من ناي، لا دي طالعه من عود، طالعه من جيتار. الفرق بين كل آلة موسيقية والتانية اسمه ساوند كواليتي، يعني نوعية الصوت. يبقى كلمة ساوند كواليتي بروبرتي باي ويتش اير كان ديستينجويش اكوردنج ناتشر اوف ساوند، حسب طبيعة الصوت. طب ازاي؟ الأول لازم أعرف إيه أنواع التوس النغمات. الرسمة دي رسمة تانينج فورك شوك، ودي آلات موسيقية. التانينج فورك لما أخبطها على الترابيزة ألاقي التانينج فورك بتطلع نغمة إيه؟ سيمبل، نغمة بسيطة خالص. بنسميها ايه النغمة البسيطة؟ فوندامنتال تون، يعني نغمة أساسية. خبط شوك على الترابيزة طلع نغمة أساسية بسيطة فوندامنتال. طب أمال الجيتار والبيانو والأورجو وكل آلة موسيقية؟ أي آلة موسيقية بتطلع نغمة كومبلكس، نغمة معقدة. طب يعني ايه نغمة معقدة؟ كلمة كومبلكس تون معناها ايه؟ يعني نغمتين في بعض. كومبلكس يعني نغمة مركبة، يعني نغمة راكبة مع نغمة، عبارة عن فوندامنتال تون نغمة أساسية شابك معاها نغمة اسمها هارمونيك. يبقى دي هنقول تاني كده، فوندامنتال تون نغمة أساسية، في شبكة معاها لازقة معاها نغمة اسمها هارمونيك تون. الاتنين دول مع بعض ادخلهم مع بعض يديني كومبلكس تون. الهارمونيك تون عامل زي بصمة الصباع. الجيتار ليه هارمونيك غير البيانو غير الأورج غير الناي، كل واحد ليه البصمة الخاصة بيه. طب ايه بقى نظام الهارمونيك تون؟ انا هجيب لك كده كل الالات الموسيقيه فيهم دوري مي فا صولا سي، ده الفوندمنتال دي النغمات الاساسيه. طيب جيت هنا هغير اللون كده وجيت قلت لك يا ترى الجيتار يطلع نغمه ايه؟ فوندمنتال تمام، مين النغمه اللي معاه؟ هارمونيك. هارمونيك شكلها ايه؟ اقل في الانتنستي واعلى في البيتش، هقول دي بتاعت الجيتار. طب نغير اللون ونشوف النغمة اللي طالعة من البيانو. البيانو بيطلع نغمة ايه؟ فوندامنت دوري مي موجودة في كله. طب مين النغمة اللي طالعة معاه؟ نغمة هارمونيك أقل في الانتنستي وأعلى في البيتش، ده هقول له ده بيانو. النغمة دي مع دي تعمل لي الكومبليكس بتاع الجيتار، النغمة دي مع دي يعمل لي الكومبليكس بتاع البيانو. يبقى كل واحد فيهم ليه هارمونيك خاص بيه. ايه صفات النغمة الهارمونيك؟ اقل في الانتنستي يعني اوطى اضعف، واعلى في البيتش يعني اضعف ومسرسعة اكتر حد اكتر. طب ما دي كده ودي كده، بص كده على المنظر هنا، نبص على المنظرين هنا، دي هارمونيك تون ودي هارمونيك تون، ايه الفرق بينهم؟ الهارمونيك تون اقل في الانتنستي، اقل في الانتنستي يعني اوطى اي اوت، واعلى في البيتش اعلى في العدد. هنا برضو اقل من الفوندامنتال في الانتنسي واعلى في البيتش. طيب ممكن اعمل آلة تاني، اعمل واحدة تاني اهو، اقول له اقل برضو واعلى في البيتش، اقل شوية، كل دول هارمونيك تون. المهم ان الهارمونيك تون تبقى ايه؟ lower in intensity higher in pitch. طب جات لي مسألة زي كده وقال لي دي فوندامنتال تون، لو سمحت اتفضل حضرتك ارسم لي الهارمونيك التون بتاعتها تبقى شكلها ازاي؟ اعمل ايه؟ اروح انزل الرسمه واعمل حاجه اوطى شويه اهي، يبقى كده اقل في الانترست، واعمل عدد لفات اكتر يبقى كده اعلى في البيتش. يبقى اي هارمونيك تون اقل في الانترست واعلى. هنا بيقول لي جيف ريزون هيومن اير كان ديستينجويش بتوين ساوند فروم ديفرنت سورس، ليه الودان بتقدر تميز الصوت من كذا مصدر؟ هقول له عشان كلهم difference in harmonic tone، كلهم مختلفين في الهارمونيك تون. بعد كده بيقول لي انواع الصوت ايه؟ في صوت انا بقدر اسمعه اسمه sonic wave، وفي اصوات تاني ما اقدرش اسمعها، يعني الصوت اللي بيجي قبل المطر ما ينزل او قبل ما العاصفه تتكون انا مش سامعه، الصوت بتاع الزلازل انا مش سامعه، الصوت اللي جاي من الأشعة أنا لو بعمل أشعة تلفزيونية الصوت اللي طالع من الأشعة أنا مش سامعه رغم إن الصوت قوي جدا. يبقى في الأصوات انفراسونيك سونيك التراسونيك، نحفظهم إزاي؟ أنا بسمع السونيك بس، السونيك ده من كام لكام الفريكوانسي؟ من 20 ل 20,000 أو من 20 ل 20 كيلو هرتز، أنا بسمع كده بس. طب أمال الانفراسونيك أقل من 20 هرتز ما أقدرش أسمعها. طب والالتراسونيك
more than 20,000 او more than 20 كيلو. يبقى انواع الساوند ايه؟ لولي ان ساوند سونيك، اقل يبقى انفرا، اعلى يبقى الترا. انا مش بسمع غير من 20 ل 20,000. طب جالي مسألة في الامتحان ويقول لي 330,000 هرتز، الانسان يقدر يسمعها ولا لا؟ هقول له لا، دي فوق ال 20,000، يبقى ده الترا سونيك. طب لو 10 هرتز ما اقدرش اسمعها، دي تبع الانفراسونيك. طب لو 15,000 اقدر، ما بين ال 20 لل 20,000 يبقى سونيك. طب زي مين الانفراسونيك؟ انفراسونيك زي مين؟ زي الويف accompanying blowing of storm. storm زي صوت الموجات اللي مع هبوب العاصفة. مع هبوب العاصفة في صوت أنا مش سامعه. طيب أمال الألتراسونيك الحيوانات بس اللي بتقدر تسمعه زي البات، الخفاش. هو الخفاش مش بيشوف بالليل، هو بيطير بيطلع موجات، الموجات دي تخبط في الحاجة وترد له. لو الحاجة بعيدة الموجات هتجيله بعد وقت أكتر فيعرف إن في مسافة بعيدة، لكن لو الموجات جات له بسرعة يبقى هو خلاص هيصطدم بالحاجة. البان بيطير عن طريق الايه؟ الالتراسونيك. والدوج بيسمع الالتراسونيك، والدولفين بيعوم تحت في الأعماق البعيدة، بيكون الدنيا ضلمة جدا، هو بيعوم عن طريق موجات الالتراسونيك. الإنسان ما يقدرش يسمع موجات الالتراسونيك. طيب give reasons. dog can hear all sound produced by man. ليه الكلب يقدر يسمع كل الأصوات اللي بتطلع من الناس؟ هقول له عشان الرينج اوف ساوند باي مان، نطاق الصوت بتاع الانسان، within the range of sound heard by dog. صوتي او الصوت اللي انا بطلعه من ضمن نطاق الاصوات اللي بيقدر يسمعها، وبيقدر يسمعنا ويسمع اللي اعلى مننا. طب هنا بيقول لي المان كانت بروديو كانت هير ذا ساوند برودوسد باي دولفين. الانسان ما يقدرش يسمع الاصوات بتاعت الدولفين او البات، عشان الدولفين والبات بيطلعوا موجات التراسونيك اكتر من 20 كيلو هرتز. طب بما ان موجات الالتراسونيك دي قويه، بما ان عنده قدره على الاختراق، فانا هستخدمه في ايه؟ قال لك في المجال الميديكال في الطب انا بستعمل موجات الالتراسونيك في ايه؟ قال لك في ناس بتعاني من حصوات في الكدني واليوريتر، الكدني اللي هي الكليه، اللي شابك في الكدني خطين اسمهم يوريتر. لو واحد بيشرب بياكل حاجات فيها املاح كتير، فالاملاح تعمل حاجات اسمها ستون، حصوات حجاره يعني، الملح يتحجر ويعمل زي الزلطه كده. طيب بدل ما اعمل له عمليه واشيل الحصوات، طب ما انا ممكن اسلط عليه اشعه التراسونيك تكسر تكسر الحصوات دي. يبقى فايده الالتراسونيك بريكنج ده اند يوريتر ستون ويزاوت سيرجيكال من غير جراح. ايه الحاجه الثانيه؟ قال لك دايجنوز تشخيص ميل بروستاتا جلاند. في غده موجوده في الميل اورجان، في الميل اورجن اسمها غده البروستاتا، دي هناخدها في اخر الليسون، هي المسؤوله عن تكوين السيمينال فلويد، هي وغدتين تاني بيكونوا السيمينال فلويد اللي هو السائل المنوي. الغده دي اي حد راجل كبير في السن غالبا بيجي لهم سرطان في البروستاتا، زي الستات لما بتكبر في السن، في ناس كتير ستات كتير يجي لها سرطان في الرحم. طيب سرطان البروستاتا عشان خاطر اشخصه بعرضه، بعمل له اشعه، الاشعه دي بتقدر تعرف الميل بروستاتا جلاند تيومر، تعرف الاورام اللي في البروستاتا. طب وكمان الاشعه دي بتعرفني مين؟ الماليجنانت تيومر، الاورام السرطانيه. الفرق بين الورم العادي والسرطان ايه؟ واحد عنده ورم، الورم ده ممكن يفش تاني، السرطان لا، حجم الورم قابل للزياده. وكمان الاشعه بتاعت السرطان بيكون شكل الورم مش سيركولار كامل، الاقي ليه حواف معينه، ده بيعرفوه الدكاتره بتوع الباثولوجي، بيقدروا يعرفوا شكل الورم اللي ظهر في الأشعة إيه. يبقى فايدة أشعة الألتراسونيك فايدته breaking kidney and ureter stone, diagnose prostate tumor and malignant tumor، كل الأورام السرطانية. طيب ممكن استعمل الألتراسونيك في الصناعة إزاي؟ قال لك sterilization food and water and milk، يعمل عملية تعقيم، sterilization يعني تعقيم. طب ليه بنعقم اللبن والأطعمة كلها عن طريقها؟ زي الميه، الميه دي ممكن نعقمها عن طريق الالتراسونيك. طب ليه؟ قال لك عندها ability to kill bacteria and stop action of virus، يوقف تفاعلات الفيروس. يبقى kill bacteria and stop virus. طب في الميلاتري في الحرب اوقات في بلاد عشان خاطر تغلب في الحرب فتروح تزرع
ألغام. الألغام بتزرعها تحت الأرض وتسيب الأرض كده موجودة، يجي الجنود يعدوا في الأرض دي الألغام تطلع وتنفجر فيهم فيموتوا كلهم. طب قال لك طب ما انا ما ضحيش بالجنود، الجنود بتوعي، وابعت اشعه الترا سونيك تقدر تخترق وتعرف ان الارض ده، تعمل لي اشاره كده او زي الجهاز اللي مع الناس دي مع الجنود دي، الجهاز ده يصفر لو في سوق، لو في لاند ماينز، يبقى الالترا سونيك بتساعد في اكتشاف مين اللاند ماينز. كده نكون خلصنا الليسون.